أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيفي. حلقة اليوم نخصصها لرواية يعني خلقت الكثير من الجدل، واسمها والدة فرانكنشتاين للكاتبة الإسبانية مودينا غرانديس. للإشارة، الكاتبة مودينا غرانديس من مواليد مدريد 7 ماي 1960، وتعتبر الأدب أنه هو حياة الناس على قيد الحياة، يسمح للإنسان أن يعيش بالإضافة إلى حياته حيوات أخرى مختلفة. في نظرها يمنح الأدب الأجنحة ويسمو بالقراء فوق الواقع، لذلك تقول إنه يعلم أشياء كثيرة في الحياة، ولكن أكثر من ذلك في الكتب التي نقرأها. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت الكاتبة أن الحاجة الغريزية لسماع قصص أخرى ومعرفة يعني حياة الآخرين هي القوة التي تدفعنا كبشر نحو القراءة. وذكرت في حوارها أن اللغة تتعلق بالتعبير عن الفكر، حيث لا يوجد يعني كبشر لا يوجد كبشر ما يمكننا قوله إذا فقدنا الكلمات التي تسمو بالأشياء، فنخسر هذه الأشياء أيضا، لأن الناس لا يفهمون إلى أي مدى تؤدي اللغة السيئة إلى إفقار التفكير والتجارب وملذات الحياة. في كل رواية جديدة للكاتبة الإسبانية مودينا غرانديس هي حرب لا نهاية لها. في روايتها الأخيرة والدة فرانكشتاين يعني ماي 2020، لمادري دي فرانكشتاين، بالإضافة إلى أنها قصة مثيرة يختلط فيها الواقع والخيال، فهي نقد وتذكير بتلك اللغة الإسبانية الرمادية لما بعد الحرب التي ساد فيها عدم المساواة بين الأغنياء وبين الفقراء، بين الرجال والنساء، وبين النساء وبين الفائزين والخاسرين. الكاتبة بقدرتها الكبيرة على التعامل ومع التوتر السردي تأخذ شخصية القاتلة الإسبانية الأكثر شهرة في القرن العشرين، وهي أورورا رودريغيز كارباريلا، والتي قتلت ابنتها هيلدغارد ب4 طلقات بينما كانت نائمة، وتروي الكاتبة آخر أيامها الأخيرة. بالمناسبة، فإنها تروي كذلك قصة سلسلة من الشخصيات التي تدور حولها، رواية بارعة قوية مؤثرة، تعرف سلسلة من التقلبات السردية تحبس الأنفاس وتربطك حتى الصفحة الأخيرة، في سيناريو جد متقن يحمل احتمالات الكثير من الاحتمالات المفاجئة والمتغيرة لطريقة حكي هذه الكاتبة، بعبارة أنها تحكي عن مجتمع لا يوجد فيه سوى مكان واحد للنساء الفقيرات، الذهاب للخدمة في العاصمة مدريد، حيث يتم استغلالهن واغتصابهن في كثير من الأحيان من قبل أولئك الذين يبشرون بالأخلاق واللياقة وكلمات التسامح والكثير من الإدعاءات، ويتسترون وراء أقنعة يصنعونها بإتقان كبير، كما يتستر رجال الدين وتجار الدين. إلى هنا أتي على نهاية هذه الحلقة. شكرا لتفاعلكم وكذلك لاقتراحاتكم ولدعمكم المستمر في القناة. إلى لقاء آخر متجدد بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.